بكام الكيلو عندك هنا؟ الكيلو ب24 بس. لا ب22. مش كله دي، دي حاجه نضيفه. انت قاعده ليه كده يا حاجه؟ طارق علي. الست دي قاعده ليه كده؟ ازيك يا استاذ ساره علي؟ ازيك عامله ايه؟ انا بحب البرنامج بتاعك قوي. ربنا يخليك. ودي مالها حضرتك؟ طيب مساء الخير. دي مريضه بتاخد كيماوي بالعافيه. والله والله نصيبك بقى. انت فين يا قاعده ليه كده؟ باخد كيماوي. لسه جاي من المستشفى ولا ايه ولا؟ لا امبارح. امبارح؟ متورين وشك كده. طيب الله يخليك لينا يا رب. انت عارفاني؟ استاذ طارق حبيبي. ازيك يا حبيبتي؟ انا بشوفك في التلفزيون. انا جيت اجيب قطايف اهو. طب خد. تبعك؟ لا تبع الحاجة. انا قاعدة كده. انت صاحبتها يعني ولا قاعدة تسترزقي ولا ايه؟ استرزق. والله؟ ربنا ربنا بيرزقها يعني، حد يسحن عليها تجيب العلاج، علاجها غالي. انت ايه يعني متعاطفه معاه يعني؟ اه هي بتقعد جنبي مني تاكل عيش. اسمك ايه؟ نعمه. اه انت صابره وربنا يكرمك يا رب. انت حبيبي. ربنا يكرمك. هي طيبه؟ غلبانه. تعرفي عنها ايه يعني؟ اعرف ان هي ملهاش الا ربنا واولاد الحلال اللي بيحنوا عليها. انت مش ليكي اولاد؟ ليه يا ربنا. صلى على النبي. عليه صلى على النبي. انت بتحبيها؟ نعم بسيها كده. ها حبيبتي ده على فكره دي بركه. والله والله. ازاي بقى؟ طيبه حنينه دعوتها مستجابه. بتقول دعوتك مستجابه. ادعي لمصر. تقولي ايه؟ ينصر مصر وجميع ما خلق فيها يا رب. ينصرها على جميع ما خلق يا رب. وينصر السيسي ينصره ويكفي شر المرض ويعلي مراكبه يا رب. يعليك على شجره جامده. طبعا الناس لمت علينا. ست نعمه بقول لك رمضان كريم. الله اكبر. وادعي لنا. هي بركه مش كده؟ اه طيبه. اخر دعوه دعتها لي كانت ايه؟ قالت لي ربنا يرزقك برزق عيالك. وايه؟ والحمد لله ربنا رزقك. والحمد لله. رمضان عامل ايه معاكي؟ نعمه ربنا يكرمك. خلي بالك منها. الحمد لله. وانت قاعده هنا كل يوم؟ اه. بتروحي تعملي كيماوي كم مره في الاسبوع؟ هرزق. كم مره في الاسبوع تعملي كيماوي؟ بعمل كل في الاسبوع مرتين. اسبوع مرتين؟ انت عندك فين؟ مرض فين؟ في المعدة. في المعدة؟ ربنا يشفيك. بصي انا اقول لك السؤال وتجاوبي وهتجيلي جايزة كبيرة، بس توعديني ما تقعديش بقى في الشارع تاني. حاضر. ماشي؟ حاضر. وانا اخد تليفونك. حاضر. ماشي؟ وتخلي بالك منها. ربنا يجازيك خير. وادعي لها قولي يا رب. يا رب. عاوزينها تكسب؟ ايوه. لا اسمع، عاوزينها تكسب؟ ايوه. عاوزينها تكسب؟ هنسأل الحاجة اللي بنقابلها بالصدفة اللي قاعدة هنا. بقالك كام سنة بتقعدي هنا؟ كتير. وعيانة بقالك قد إيه؟ ليا 5 سنين. اللي بقالها 5 سنين عيانة بنقول لك الغشمشة، هي الجرأة ولا التهور ولا الخوف؟ 1 2 3. التهور. طيب أنت تقولي جرأة. جرأة ولا التهور ولا الخوف؟ 1 2 3. الجرأة. إيه؟ الجرأة. جرأة ولا التهور؟ جرأة. قولي ايه؟ جريء. جريء إيه؟ حلو. واحدة جريئة. قولي لي عايز اسمع صوتك. ايوه جريء. الجرأة. الجرأة والطيبة وجدعانة. عايزينها تكسب؟ طب نسمع زغروتة كده. الجرأة فعلا وبتكسب معانا مبادرة هدية السيد الرئيس. نعمة بقول لك مبروك مبروك مبروك. مبروك ليكي. الله يبارك فيك يا حبيبي. فرحانة؟ على الآخر. أنتِ أكبر مبلغ خدتيه كان في إيدك قد إيه؟ صلى على النبي. الله. أكبر مبلغ خدتيه في إيدك قد إيه؟ 1000 جنيه. لا ده كتير قوي. ربنا يبارك. مبروك ليكي. مبروك مبروك يا حاج. قولي يا رب. رزقك يا رب يا رب. ألف مبروك ليكي وادعي لنا. تعيطي ليه؟ عشان هي غلبانة. أنا بحبها والله. والله بحبها. ولما ما بتجيش بسأل عليها عشان ربنا بيرجعني معاها. هي يعني ربنا يكرمكم. ده فرحة الناس الطيبين وكل اللي حوالين الكاميرا. هنا احنا في منطقة شعبية لكن كلها حب.